ظهيرة كل يوم يبدأ دلشاد عمله بتصنيف الحلويات وترتيبها تمهيدا لاستقبال الزبائن الذين عادة ما يترددون إلى المحل قبيل الإفطار كي يحصلوا على الحلوى، خاصة وأن الحركة تكون ضعيفة قبلها بسبب حرارة الجو التي تؤثر على تنقل الصائمين. فألاوة بتعرف اشتويات في كثير، يعني اشتويات رمضانيات خاص، يعني فألاوة في الرمضانيات وحركة في، يعني على جو رمضان دائما حركة ماشي على، بس عامة الأربيل صراحة مو هالحركة يعني قوية بصراحة، صار فترة يعني كم شهر يعني ضعيفة بصراحة الحركة. في السنوات الأخيرة جلب السوريون معهم حرفة تصنيع الحلويات الخاصة بهم إلى أقليم كردستان العراق، لتحتل الحلوى السورية حيزا كبيرا في أسواق الإقليم، متخطية بذلك الحلويات الإيرانية والتركية التي كانت رائجة في أسواق أربيل. شيف سوري عنده نكهة خاصة، ذوق خاص، طعم خاص. تمتاز الحلويات السورية بتعدد أنواعها، من ساخنة أو باردة، بالجوز أو بالفستق، بالسمن العربي أو الزبدة، أو الأصناف المحشوة بالقشطة. وبحسب الزبائن فإن عدم وفرة بعض المواد الأساسية لصناعة الحلويات في أربيل يؤثر أحيانا على جودة مذاقها. كان يعني في عنا مثلا ما بتجينا المواد اللي كنا بنستخدمها بسوريا، يعني ما بنلاقي المواد اللي نحن بنشتغل فيها، يعني على مثل النابلسية بالجبنة، على بدها نوعية الجبنة تكون ممتازة، نحن بنعتمد على الجبنة العكاوية، أحيانا ما بيتوفر هون. ضعف قطاع السياحة في أربيل هذه السنة أثر سلبا على أسواقها، لتعود إلى حركتها السابقة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وبالتحديد للمحال التي تنتج المأكولات الرمضانية. شروان ملا إبراهيم، تلفزيون سوريا، أربيل.